استخدام العبارة else if مع العبارة if. إن استخدام العبارة else if مع العبارة if سيتيح لك اختبار عدة شروط قبل الوصول إلى بلوك التعليمات الافتراضي، كما هو موضح في البنية التالية. في حال لم يتحقق الشرط الأول عند عبارة if، سيتم الانتقال إلى شرط العبارة else if. وفي حال تحقق الشرط، سيتم تنفيذ التعليمة التالية لهذا الشرط، وإلا سيتم الانتقال إلى عبارة else وتنفيذ الكود الافتراضي الخاص بمختلف الحالات الأخرى. بإمكانك كتابة عبارة else if كما لو كانت كلمة واحدة. سنقوم بتجريب عبارة else if من خلال مثال عملي. افتح ملف نصي، اكتب معرفي البداية والنهاية في لغة الـ PHP، أسند القيمة 5 للمتحول x، اكتب العبارة if ثم الشرط x أصغر من 5، واكتب بعده التعليمة التالية لعبارة if وهي print x value is less than 5 بين علامتي تنصيص مزدوجتين. وفي حال عدم تحقق الشرط، سيتم الانتقال إلى عبارة else if واختبار الشرط التالي لها، وهو x يساوي يساوي 5. وفي حال تحقق، سيتم تنفيذ التعليمة التالية لها وهي print x value is equal to 5 بين علامتي تنصيص مزدوجتين. وفي حال عدم تحقق الشرط، سيتم الانتقال إلى عبارة else وتنفيذ الكود التالي لها، والذي يتم تنفيذه كحالة افتراضية في حال عدم تحقق أي من الشروط السابقة لها، وسيتم تنفيذ التعليمة print x value is greater than 5. قم بحفظ الملف وليكن اسمه elseif.php، ثم افتح برنامج مستكشف الويب وستجد أنه طبع العبارة x value is equal to 5 وتم تنفيذ التعليمة التالية لشرط elseif.